الفوكال كوتش تبعي اللي هو الأستاذ ناصر صالح الموسيقار، اخترته لأنه أنا عارفة أنه هو يقدر يضيف للمشتركين، لأنه هو أول شيء مطرب، بعدين ملحن وموسيقار بيفهم في المزيكا خصوصاً الشرقي. وأنا أكيد البارت اللي راح أختاره أكثر شيء راح يكون بارت شرقي. اخترت غربي أكيد، بس أنه أنا ركزت على الأصوات الشرقية. اسم مثل ناصر الصالح، وجوده معايا جنبي في مكان مثل برنامج The Voice، برنامج مهم، يضيف للبرنامج ويضيف لنا احنا، وراح يضيف كثير للمشتركين، راح يستفيدون منه.